مباراة الإثارة والمتعة امبارح في مسابقة الدوري المصري الممتاز، أقيمت مباراة وحيدة جماهيرية جمعت ما بين نادي الزمالك مع الاتحاد السكندري في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، انتهت بفوز غالي جدا على جمهور نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف علشان يرفع رصيده من النقاط للنقطة الثلاثة و50 بفارق نقطة وحيدة عن فريق فيوتشر واللي لعب مباراة أقل في المقابل، توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 في المركز الثامن. المباراة امبارح أهميتها كانت في استمرار تحقيق الفوز مع المدرب خوان كارلوس أوسوريو ده مع نادي الزمالك اللي ده دفع معنوية بالتأكيد للعيبة. فكرة ان انا ارجع الانتصارات تاني بعد غياب طبعا فترة طويلة او الكبوات اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك ده ادى دفعة وثقة كبيرة جدا للاعبي نادي الزمالك، وابتدينا نشوف شكل في الملعب على يد المدير الفني. بالنسبه للاتحاد مع المدرب زوران فانوفيتش شفنا يعني في حاله من المحاولات ان هو طبعا يفوز بالمباراه، شفنا اكتر من مره كوره على المرمى محاولات، وقدرنا طبعا نشوف طبعا مباراه من اجمل اهداف مسابقه الدوري المصري الممتاز عن طريق اللاعب خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندري. وعلشان كده كنا بنقول ان الفريقين دخلوا المباراه بنفس الدوافع، يعني من بدايه الامر كده كنا شايفين الفريقين داخلين شعار ان هو لا بديل عن الفوز. مستر أوسوريو بدأ التشكيل، ضم في حراسة المرمى محمد صبحي، كان قدامه محمد طارق، حسام عبد المجيد، حمزة المتلوتي، ثم أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، أحمد مصطفى زيزو، سيد عبد الله نيمار، وقدام مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، وإبراهيم ناداي. ده كان التشكيل الخاص بنادي الزمالك. الشوط الأول فرض نادي الزمالك أسلوب لعبه، ظهر بشكل أفضل بكتير جدا زي ما بقول لكم، شفنا شكل للنادي الزمالك بقالنا فترة في أرض الملعب، يعني ابتدينا نشوف ملامح للفريق، وابتديت تحفظ خلاص كل لاعب مركزه الجديد مع أوسوريو عامل ازاي ومهامه الجديدة مع أوسوريو عاملة ازاي. ده كان طبعا شفناه من طريقة اللعب، وطبعا كان فيه سيطرة لنادي الزمالك، والترجم ده في الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 23، وبعدها سجل أحمد فتوح هدف يعني عالطاير كده، حاجة من أجمل وأحلى الأهداف اللي شفناها في مسابقة الدوري الممتاز بغض النظر عن إلغائه، ولكن كان من أجمل وأحلى الأهداف اتخاذ القرار من فتوح ومتعة وجمال الهدف اللي فرح طبعا كل الجماهير، حتى انه تم إلغائه وما تمش احتسابه لنادي الزمالك، ولكن كان من أجمل الأهداف الممتعة. استمر ضغط الزمالك لغاية ما انتهى الشوط الأول، حكم اللقاء أنهى الشوط، بعد كده مع الشوط الثاني بيسجل شفنا مع حضراتكم الهدف الثاني أيضا لنادي الزمالك عن طريق الجزيري اللي بيسجل الهدف الثاني أيضا ليه عن طريق عرضية ولا أجمل ولا أروع في مرمى حارس الاتحاد المهدي سليمان، علشان يرفع سيف الدين الجزيري رصيده التهديفي في الموسم الحالي للهدف رقم 7 مع نادي الزمالك. الشوط الثاني بعد هدف الزمالك بدأ الاثنين مدربين في أكثر من تغيير في الزمالك، يعني نزول مصطفى الزناري، محمد عبد الغني بدل من إبراهيم ناداي وحسام عبد المجيد في الدقيقة 57، نزل المهاجم ناصر منسي بدل من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 67. والحقيقة إنه يعني برضو في كده بعض الأمور، ولكن هي بنقول عليها قناعات، قناعات تحترم جدا 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 من المدير الفني. كان ناصر منسي ماشي بخطى ثابتة مع نادي الزمالك منذ انضمامه، وقدم أوراق اعترافه وأوراق الجميلة اللي بنقول عليها كده، خلاص هو أنا راجل الاعتماد بتاع أنا قدمت أوراق اعتمادي، أنا بقول لكم أوراق اعترافي أوراق اعتمادي أمام جماهير نادي الزمالك، الناس دي خلاص اعتمدت عليا، الناس دي خلاص مأمنة بيا، الناس دي خلاص حاطة ثقتها فيا، وده الطبيعي وده اللي معتادين عليه. وفكره بقى لو هقول لكم اوراق اعتراف، ودي ان هو يعترف للجمهور ان انا بحبكم، ان انا على قدر التيشيرت اللي انا مرتديها، وان انا لسه على قدر المسؤوليه، وان انا خلوا بالكم اي لاعب بيجي نادي كبير دايما بنقول بيبقى فيه لعيبه ماشيه زي الصاروخ في انديتها، زي القطر يلبس تيشيرت الانديه الجماهيريه، تحس ان فيه اهتزاز في المستوى، تحس ان هو يعني التيشيرت تقيل عليه، وده شفناه مع لعيبه كتير جدا على مدار السنوات اللي فاتت.
ولكن اللعيبه اللي بتبقى عارفه قدر التيشيرت، عندها ثبات، عندها هدف وحلم عايزه تحققه، دول بقى اللي بيكونوا مش محتاجين اي حاجه. انا جاي اعترف لكم كده زي ما قلت لكم، بقدم لكم اوراق اعترافي ان انا بحبكم، وده اللي عمله ناصر منسي مع جمهور نادي الزمالك من البدايه. شفنا مع مجيء اوسوريو ابتدى ان هو يعتمد على سيف الدين الجزيري، كل الاحترام والتقدير بنقول دايما ان هي قناعات فنيه، القناعات الفنيه دي تحترم طالما النتائج في صالح الفريق. ناصر منسي ما شفناهوش بيبدا خلال الفترات اللي فاتت، كان بيبدا اساسي ولكن ما بقاش بيبدا اساسي، ولكن بنشوف بعد كده سيف الدين الجزيري بيحرز اهداف وبيرجع يزود الغله التهديفيه بتاعته. اخيرا سيف فاروق جعفر نزل بدل من مصطفى شلبي في الدقيقه 80، ابتدينا نشوف سيف فاروق جعفر تاني بينزل وبيشارك في المقابل. الناحيه التانيه دفع المدرب زوران امونولوفيتش بصبري رحيل مكان معدل حناوي في الدقيقه 52، ثم اسلام عبد النعيم ومحمد محمود بدل من ابراهيم حسن وناصر ناصر في الدقيقه 80 طبعا، واستون اموتو بدل ايضا من مابولونو. فدي كانت ابرز التغييرات اللي شفناها وتابعناها مع حضراتكم على مدار المباراه. شفنا طبعا فوزي الحناوي بيصاب في بدايه المباراه وبتحصل التغييرات دي، يعني دايما بنقول كده ان في بعض التغييرات بتكون طارئه، في بعض التغييرات بتكون وجهه نظر فنيه الخاصه بالمدير الفني، لكن بعد ما شفنا كل التغييرات اللي بكلم حضراتكم عليها نجح خالد الغندور ان هو يرجع بالسكور الخاص بفريق الاتحاد السكندري، سجل الهدف اللي كان من اجمل واحلى اهداف الدوري المصري الممتاز اللي استمتعنا بيه، وهدف تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقه 67، وبعدها كان يقدر نادي الاتحاد ان هو يسجل التعادل خصوصا كره خالد الغندور في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. مكسب مهم جدا في وقته لنادي الزمالك، هو الفوز الثاني على التوالي وقبل فتره التوقف عشان منتخب مصر. افتكر ان مستر اوسوريو محتاج للفتره دي والفوز ده علشان يحسم موقفه في امور كتير جدا داخل جدران القلعه البيضاء. مصادرنا بتقول ايه؟ مصادرنا اكدت ان مستر اوسوريو طلب ضم 7 لعيبه في مراكز مختلفه. دي طلبات الراجل. مركز حراسة المرمى، مركز الظهير الأيمن، لاعب الوسط المدافع، مهاجم صريح، وطلب حسم ضم الصفقات دي قبل ما يدخل في مرحلة الإعداد للموسم الجديد علشان اللعيبة دي تلحق تنسجم مع مجموعة اللعيبة المتواجدة اللي هو يعتمد عليها في الموسم القادم، خصوصا أنه أخذ وعد نهائي لغاية دلوقتي من إدارة النادي أنه مكمل مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي، علشان كده الراجل ابتدى يحط طلباته اللي هو عايزها علشان يقدر يقدم المردود او اللي مطلوب منه. في المقابل نادي الاتحاد السكندري بيتلقى الخساره رقم 4 على التوالي، وده امر جديد الموسم الحالي على الاتحاد، واتمنى ان هو يخرج سريعا من ده لانه بدا الموسم بشكل رائع جدا. اروح مع حضراتكم دلوقتي لابرز التصريحات اللي خرجت طبعا من قبل المدير الفني لنادي الزمالك وهو الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو، المدير الفني اللي قال واعرب عن قد ايه هو سعيد بعد فوز فريقه امام الاتحاد السكندري. قال اوسوريو في المؤتمر الصحفي: لعبنا امام فريق جيد ومنظم جدا، بيمتلك لعيبه بيلعبوا الكوره الطويله خلف المدافعين بشكل جيد، خاصه احمد عادل ميسي. قال سددوا كرة واحدة فقط في الشوط الأول ونحن سددنا أكثر من 6 كرات، بدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني والاتحاد وصل بأكثر من فرصة حقيقية، أجبرنا على إجراء بعض التبديلات وده علشان مجريات المباراة، أخرجت حسام عبد المجيد ومصطفى شلبي كان غير قادر على الضغط لذلك أجريت بعض التغييرات الأخرى. بيقول إن الاتحاد لعب الكل في الكل خلال آخر 20 دقيقة ولكن محمد صبحي خاض مباراة ممتازة جدا ونجح في التصدي للعديد من المباراة، واعتمدت على رباعي في الخط الخلفي بالإضافة إلى دخول فتوح في المنتصف للحد من خطورة لاعبي الاتحاد. اختتم أوسوريو حديثه وقال: علينا تحسين طريقة إنهاء الهجمات، نعمل كثيرا بشكل يومي، بنتمرن على الكورة كتير وعلشان كده احنا بنلعب بشكل جماعي في أفضل صورة. أرى إن الجزيري مهاجم مميز ولكن يجب أن يلعب من لمستين وينهي الكورة بأفضل شكل، يعني رغم النتيجة كمان
اللي المدير الفني شايفها من الجزيري، ولكن شايف كمان اللي لسه عنده الافضل وان هو محتاج ان هو ينهي الكوره اسرع من كده ومن لمسه. وده يعني حلو قوي انك تشوف المدير الفني لسه عنده المزيد ومش راضي عن مش بالنسبه له ده الاداء او انه نادي الزمالك فاز وفقط هو كده مرضي، لا هو شايف انه لسه عندهم الافضل لسه عندهم الاحسن، ولكن ابتدى يترجم طريقه لعبه وابتدى يشوف ده بيترجم في ارض الملعب من نتائج ايضا مع الفريق.